لماذا غلب اليهود المسلمين؟ لماذا حاربوا فغلبوا؟ وحاربنا فغلبنا، وسالموا فغلبوا، وسالمنا فغلبنا. هل هذا معجزة؟ وهل اليهود أجنة؟ وهل اليهود ملائكة؟ ومع العلم أننا مبدأنا تقدمي ومبدأهم رجعي وتأخري، ومع العلم أننا نحيط بهم إحاطة، لأن الجيش إذا أحاط بشيء وبجيش آخر معناه الطبيعي أن يغلب. أنا في الحقيقة فكرت في أن له أسباب، وما دامت هذه الأسباب موجودة فاليهود موجودون وفي توسع وقوة، وما دامت هذه الأسباب مفقودة فينا فنحن في تأخر وضعف ولو ما أدسنا. ما هي الأسباب؟ الشيء الأول، إننا أمة نعيش بالأماني وهم أمة يعيشون بالعمل، والله في القرآن قال لنا هذا الشيء لكن هم أخذوه. الله قال في القرآن ليس بأمانيكم، التقدم ليس بالأماني، بالأمنية، بالرجاء، ولا أمانية أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزب. أنا بالأماني أصير عالم، أنا بالأماني أصير مؤلف، أنا بالأماني أصير وزير، أنا بالأماني أصير تاجر. لا، صديقي ذهب ودرس ليل نهار حتى تخرج دكتور، وأنا جلست في البيت، أنا عندي أماني وهو عنده ماذا؟ العمل، وصار دكتور وأنا بقيت هكذا. إننا أمة نعيش على الأماني وهم أمة يعيشون على العمل، الله قال لنا هذا الشيء لكن هم أخذوه. رئيس اليهود الذي هو مؤسس الدولة الإسرائيلية اسمه هرتزل، هذا الرجل قيل له كيف فكرت في دولة إسرائيلية مع العلم أن في نصوصكم المقدسة أن المسيح يأتي ويركز دولتكم، ومع العلم أنتم منذ 4000 سنة من زمان موسى عليه الصلاة والسلام مطاردون ومشردون، ثم فكر في إقامة دولة. قال الجواب، إني كنت يؤلمني تأخر اليهود في العالم، فكنت أطالع كثيرا في سبيل إنقاذ هؤلاء، وكان من جملة ما طالعت القرآن للمسلمين حتى أرى سبب قوة المسلمين، لأن الإنسان المتأخر دائما يريد الفحص عن السبب، حتى وجدت هذه الآية، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فعلمت أن الموضوع ليس بالأماني، أمنية المسيح يأتي ويقيم لنا دولة، الموضوع بالعمل. ففكرت في العمل الجاد ونجحت. هذه آية قرآنية نحن تركناها وهم أخذوها، والحقيقة أن تركنا لها واضح. الآن نحن أمة نعيش بالأماني، هذا السبب الأول. الأماني يجب أن نبدلها إلى طاقات وأعمال. الأماني لا تقدم الإنسان، شو هذا؟ والله قاله واليهود طبقوه ونحن تركناه.